بالنسبه للقران الكريم واحد الحد اللي السقف يعني ممكن نتزوجوش. حنا بالنسبه للمسلمين يعني حتى القران الكريم وشي حاجه اللي حشومه. وتنظن بان السويد ديما كتحاول تستفز المسلمين بل ماشي اول مره وماشي ثاني مره وماشي ثالث مره. ديما زعما المسلمين مساكن ديما علاش حنايا ما تنحرقوش الانجيل ولا علاش ما تنحرقوش الكتب السماويه؟ علاش هو يعني مع انه حنا دول مسلمه يعني ماشي شي دول قويه باش تجي تقيسنا بشي حاجه اللي بالنسبه للرمزيه ديالها اللي ما عندهاش واحد الحد يعني. وتنظن عاوتاني بالنسبه لهم يعني الرد راه غيكون من تركيا ان شاء الله. تنتسناو انه يكون شي رفض انهم باش ما يدخلوش للنيطو ان شاء الله لانهم كيتسناو. ولكن نتمنى ان اردوغان ان شاء الله يجاوبهم واحد الجواب انهم يبقاو تما يعني ما يدخلوش للنيطو ان شاء الله. واش شي سيد رانا زعما في خاطرنا؟ هو ماشي مسلم توقع مسيحي ولا كون كان مسلم غيعرف قيمة القرآن ويعرف شنو الأصول ديالو شنو كيتقال في ذاك القرآن وشنو المفيد من هذا الشيء. فهمتيني؟ ولاني هو ماشي مسلم غنعذروه بحال الجهل. أنا ما كنحسبو سياسي، كون كان سياسي هذا تلقاه حتى رئيس المقاطعة جهل. فهمنا؟ كون كان سياسي غيعرف بقيمة العرب وغتكون عنده واحد الرداد الفعل. ولاني هو مادام ماشي عربي ماشي رجل سياسة كون جاي عنده قالوا غادي نحرق هذاك المصحف بحال غيقولوا غنحرق كنيسة. فهمتيني؟ دابا أنا غادي نمشي دابا أنا نشد الإنجيل ولا الزبور ونشدو ونحرقو ونشدو ندير له كي بحال هكا ونشعل فيه العافية. كي غتكون رداد الفعل ديالهم تا هما غتكون بطبيعة الحال غادي يتقلقوا. ها؟ والحمد لله تبارك الله سيدنا قام بالاجراءات ديالو واستدعى السفن ديالهم والحمد لله راه الشيء تبارك الله. المغاربه المغرب تبارك الله اصلاً بي راه قاد على المسؤوليه ديالو. كنت تصرف زعما في محل صراحه عيط للسفير القائم بالاعمال باش التشاور. كنا من بين الدول العربيه اللي بزاف ديال الدول العربيه اللي قامت بهذا العمل وتنظن عمل مزيان يعني حس خاص واحد الردع يعني. خاص شويه الدول العربيه خاصها شويه تعطي القيمه للشعوب الاسلاميه يعني. بيني وبينك حنا كنعرفوا القران ما معاش الضحك ما معاش التفليه. راه الى بغينا ندير واحد المثال اليهود لليهود ما كيديروش هذا الابتزاز اللي فهمتيني اللي داروا هاد العراقي السويدي ولا ويكون كما يكون هذا القران ما خصوش يتحرق. نتحدى اي واحد يدير الطريقه هذه نعطيه سيمانه غيخلصوا الله حيت ربي كيخلص كل واحد على اي حاجه على المزيانه وعلى الخايبه. جاتني رده فعل سلبيه لانه اهان كرامات المسلمين والديانه الاسلاميه وهذا ماشي تحت على اننا نتشبتوا بالقيم والمبادئ الدينيه تنتمنى جميع المسلمين يتضامنوا في هذه المحنه هذه اهانه للمسلمين لان من تكون الدول السويديه كتتركوا يفعل هذا الشيء هذا يحرق القران قدام المسجد فهذه اهانه للمسلمين واهانه خطيره للمسلمين وتنتمنى المسلمين يتضامنوا في هذا الموقف.